كان متفرد مش قادر متأكد إنه مفهوم لكن عنك بشر كم يوسف بشر كم يوسف فريق أنا أقول مالا على دي أمين أو بكر أي بقام مرة من أي شغل أو من بكر لأن أحبك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة في الدين وما كان من اليهود كافر فلا تفخيم نرى في خطة ما جاءت لا وكا ما كان من وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم في الدين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات
ما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه بفضل الكادر. ألم ترون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله وهو في ومن الناس من يجادل في الله بغير حق ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان. نعم. مرج البحر فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. بارك الله فيك. أسئلة التجويد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين. طيب. المد العارض للسكون. مرج البحرين يلتقيان. يلتقيان حكم اللام في هذه الكلمه. الاظهار اللام القمريه. جيد. بينهما برزخ لا يبغيان. برزخ لا. الاظهار اللام القمريه. برزخ لا. برزخ لا. المد الاصلي. برزخ لا نون تنوين بعده غرف اللام. برزخ لا. الإدغام الكامل. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. منهما نون ساكنة بعدها حرف الهاء. منهما الإدغام ناقص. الإدغام كامل. خطأ. الإظهار الحلقي. نعم. السؤال الأخير. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كم مقدار الفتح البدل عند الإمام حفص رضي الله تعالى عنه؟ فتح البدل. نعم. مقدار فتحه عند حفص. حالتين. حركتين. بارك الله فيك.